ضيفة اليوم مختلفة، معروفة بجرأتها، قدرت تقدم نفسها كراقصة الفنون الشعبية، وهي ممثلة ومخرجة، بطلة أدوار سينما وتلفزيون، وأخرجت مسرحيات جادة، وحصلت من خلالها على هواي جوائز، بالإضافة لجمالها ورشاقتها. ويانا وياكم الفنانة ليلى محمد. هلا 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 حبيبتي، شلون سارة؟ هلا وحبيبتي، شنو التقديم الحلو هذا؟ شكرا جزيلا لك. شنو أكبر معاناة مريتي بها بطفولتك؟ لما أبوي توفى. الله يرحمه. الله يرحم والدك. كنتي وكحة أو عاقلة؟ شوي وكحة شوي عاقلة. يعني نص نص. يعني وكحة لما يحتاج الموقف وكاحة، بس بالعموم أنا عاقلة. شلون واجهتي فقدان الوالد وقتها؟ يعني طبعا أنا كنت صغيرة أبوي توفى، فما كنت بهذا الوعي وما أفتهم هواية. بعدين حاولت إني أشتغل، بعدين أكمل ويا الشغل دراسة، بعدين دخلت بالحياة الأسرية والعملية والمهنية والدراسية. نعم. وكلها، فأعتقد نسيت فترة، نسيت. بعدين بديت أنتبه بعد العشرينات، بديت أنتبه، بس ما كان موضوع عقدة، ما كان موضوع عقدة. نعم. بس هو كان أكو مكان فارغ. حلو. أكو أحد كرهتي وبعد تكرهي لحد الآن؟ هواية. زين ليش هواية؟ شوفي، مو أكرهها، يعني أنا أكو ناس ما أحبها، ما أعرف أكره، بس أكو ناس ما أحبها. إذا ما حبيتها أبقى فترة طويلة ما أحبها. تتمنين يرجع الزمن بيت وتصححين شيء الغلط؟ لا، بس أتمنى أقدر يعني أبقى أمارس الطفولة، يعني وأنا كبيرة أقدر ألعب وأقدر أضحك وأقدر أقمز براحتي. شنو علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا مو كلش أكتف بيها، بس لما أحتاجها أستخدمها عادي. يعني عندي صفحتي على الفيسبوك، وأستخدم الماسنجر والواتساب، بس اللي مثلاً اليوتيوب أستخدمه قليل، ما أفضله. حلو. بأي مرحلة حسيت وجود الأهل مهم كلش بحياتك؟ دائماً، يعني أنا دائماً كثير معتمدة على أهلي، لأني مثلك اشتغلت مبكر. ايش قد عمرك هسه؟ انا 11. انا 12 اشتغلت. اكبر عندي بسنه. ايه، فكنت بسادسه ابتدائي، ف يعني كانت امي دائما الى جنبي، ودائما استمع لاراها، واسال كثير كثير، اسال ناس، اسال الاقارب، واعتمد مشورتهم. برايك منو صعب تربيه البنات لو تربيه الولد؟ هم حسب. أنا بالنسبة لي تربية البنات أصعب، بس هواي ناس يقولون تربية الولد أصعب. زي ليش تربية البنات أصعب؟ ما أعرف، يمكن لأن عندي ولد اثنين، يعني أول شيء ربيت الولد فأصبحت عندي طبيعية، أو يمكن لأن هي بنية واحدة ودلعناها كثير فصارت تربيتها صعبة. والله الولد شوية أصعب، لازم تشتري له سيارة وتليفون، حتى قدام أصدقاء لازم يكون عنده تليفون. ليش بس أصدقاء؟ أيه. البنات قاعدات بالبيت يخسلن المعين وبس. لا لا، أنا بنتي مطتها يعني حرية، قريبة من حرية. إذا بنية بس وحدة لا، حرية كل شيء. إيه لا، مثل أخوانها يعني نفس. أيه. الحرية ما مشكلة. تتعاملين ويا أولادك كصديقة لو لا؟ بالعادي إحنا أصدقاء، بس وقت الحسم لا، القرار لي. حلو. شلون قدرت تحافظين على رشاقتك وجمالك اذا انت ام وتشتغلين بنفس الوقت؟ هو لازم تكونين ام وتشتغلين حتى تكونين رشيقه، يعني ما تلحقين. انا لا. لا، مو تعرفين شلون؟ لانك ما عندك وقت مثلا تاكلين وتنامين. نعم. انت دائمه الحركه، يدوب يعني على السريع تاكلين بس تروحين على شغلك، تروحين للدراسه، للمدرسه، للكليه. نعم. ما عندش وقت استراحه كثير. وايضا صح، ايضا الاهم من هذا كله انه تكون حياتك يعني العفو اكلش صحي حتى ما تسمنين. صح. شو بتمثلي هاي المفردات؟ المسرح. المسرح اهم شيء بحياتي. العائله. يعني ضروره لازم نعيش بوسط عائله كليتنا. الرقص. حريه. التمثيل.
التمثيل هدفي من الدكتوراه مالتي والماجستير كلها بالتمثيل. حلو، هسه بدت الراحة، راحت الأسئلة. هسه خلصنا الأسئلة، نبدأ بأول لعبة. يلا لعبة الأمثلة. يلا هذا انت راح تسأليني مثال ولازم انت تكملي عليه. اوكي يعني. وانت هم نفس الحالة، يعني انا اسألك وانت تسأليني بنفس الطريقة. هسه انا راح اسألك. يلا او انت انت يلا انت انا اسأل. اوكي المتعوس متعوس ولو حطوا متعوس ولو حطوا كلمتين ثلاثة. طيب أوفي هاي واحد عليك واحد 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 صفر التي. واحد. أوكي اللي اختشوا اللي اختشوا يروحون. غلط. اتمسكن اتمسكن لحد ما الموت. غلط. الوش مراية وفي القفة ها في الوش مراية مشط. قرأتها يمكن قرأت. مشط مشط مراية ومشط غير. انت عندك اربع صفاره كلش حلوات، اساليني اني فزت. اللي يدري يدري والما يدري فراغين. قضبت عدس. طبل صوت عالي ومن جوه شلون شلون؟ طبل أه؟ صوت عالي يعني الدبوك صوت عالي ومن جوا ايش بيه؟ خالي؟ يب على الفارغ. المراية مراية حب فراغ. مراية حب فراغ. المراية مراية حب؟ هو هيك المثل يعني؟ لا مراية حب فراغ. ما اعرف. بتعرفها؟ لا ما سامع. عمية. ما هاي كيف بس يعني اثنين واحد صفر. اوكي صفر عندي واحد. اوكي العمة اذا حبت تشنى ابليس وين يروح؟ فراغين. العمة اذا حبت العمة اذا حبت تشنى ابليس فراغين يروح. ابليس يروح وين يروح؟ يدخل مكان جنة؟ ياه يعني اعرفها ما ادري. انت غير تغششيني. ما ادري ما اعرف ما... لا بس انت لا تصبر فنوب. انا 1-0 انت 4-0. اوكي ما يخالف ما يخالف انت حقك لان هاي الامثال ما مر عليك. دونت كراي دونت كراي عادي 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 تيك ات ايزي على الجايات راح تغلبيني. يلا اوكي يلا هسه لعبت الاغاني. يلا انا راح اغني اخر كلمه واخر حرف لازم انت تترحمين عليها اغنيه. سالي راح ابدي هقول اغنيه. راح تغنين اغنيه؟ راح تغنين؟ اي راح اغني ولما انا اريد اخلص الاغنيه اخر حرف من الاغنيه لازم انت تترحمين عليها. يابا جو صعبه. يا ناس فهموني الوقت يا اخر هسه اريد حرف العين. عيني 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 بس عيني عيني شنو؟ يلا مغنية عيني 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 لا تعاشري لا تعاشر البذات والمال التالي عيون ولو دارا لو قلب ولو دارا لو على تولو لو لولا كي لولا 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 كي لولا 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 كي ما حبيت. لو لو فكرت ونسيتك اك عرفك كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان فاجئتيني انا اصلا ما اعرف كيف. هسه لعبه اختيار المكياج. حسالك اي حسالك اسئله يعني مخليه على وجهنا. لا لا راح اسالك اسئله. يلا تعرفين بالمكياج لو لا زين شنو علاقتك بالمكياج؟ يعني المكياج ضروري عندي لان بشغلي استخدمه كثير بس اني بالحياه ما احبه كثير. حلو. اللون البرتقالي انحط حتى يصحح شنو؟ برتقالي؟ يعني شيء بالوجه؟ انحط بالوجه حتى شيء صحح يعني الوجه اصفر مثلا؟ سمار؟ هاي السواد هاي الجوال العين؟ اي ما شفتي هسه انت غلطتيني يعني ما اعرف شفتي؟ ليش؟ ما اعرف ما اخلي يعني هذا ما اعرف. صدق
زين، شنو بنانا باودر؟ بنانا باودر؟ يب. يعني بنانا موز باودر شنو؟ شيب المكياج؟ ما أعرف والله. شنو؟ ما أعرف، ما لي علاقة بالمكياج يعني. زين، شنو يعني حمرة مات وحمرة كلوز؟ الكلوز اللي هي لماعية، والمات اللي هي أنا حاطتها هسه. البرايمال ينحط قبل لو بعد الفونديشن؟ بعد. غلط؟ ليش تصفقون؟ للخطأ للخطأ. قصدت العبد لهنا؟ هاي مو العبد، هاي امتحانات كانت. اي نروح فاصل ونرجع لكم. وهسه رجعنا من الفاصل، وصلنا لفقرة المطبخ. هنا حخبط لك ثانية واسألك صحة وخطأ. يلا شد عليك واني اخذ سدين عيني؟ جيب عيني اسم سارة. عمري ما مصورة هيك برنامج، أول مرة شلون اشيل عيني؟ يلا بشري؟ اوكي اعطينا قراصة، نحطها بالقراصة. اوكي يلا. والله هيك وش ما دا اشوف. هسه شنو شو اسوي؟ لا اوكي كله تمام. هسه انت بقيت ثابتة، انا راح اخبط لك خبطة روعة. لا تعطيني بيض، شفت بيض ما اريد بيض. لا 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 ما اكل بيض. نفسي تلعب من البيض. لا شو اسمه يمكن عنبة ما ادري شنو اسمها. المهم سارة ايش تسوين؟ لا البيض وخرته بس بعد اخلي تونه. قلق قلق هذا قلق قلق. ترى حباوة عندي فضول كتلني، ايش تسوين؟ لا ما قاعد اسوي شيء. وين الجداحة؟ شنو هي راح تحرقيني؟ لا لا جاي طباخ. تلقين طباخ؟ شنو ده تضحكي؟ ايش تسوين؟ ضحكت. انا تحلقي؟ يلا. لا لا اوكي لا لا اعطيني بايدي ماني. ما اعرف ما متعلمه واحد يوكلني. خليها هنا. اوكي وين هسه؟ هاي الخاشوقه الزرباله. اي اوكي هسه دقيقه خلي اول اشتم. دقيقه يعني عندنا الحلقي لازم اف اكلي. لا لا حبابه ما يصير. لا بس اكلي قاعد تبوسي عشان اكلي. لا ايه لا لا ما يصير. ارتاح. خليت لك بيض حطيتي لي واني اكلته من كل عقلي. تونه حليب عصير الجزر. كنت اخلي لك من هذول الاثنين بس قلت لا خطيه. هذا شنو هو؟ حليب. هذا عصير رمان. حتى اغير الطعم بس. شو اكلتينا؟ ليش السارة ما راح اكل. هذا طيب لما ضبطتني هذا. لا يلعب النفس. لا غير فقرة طلعينا من هذا موج الزفارة ولا هاي. هسه انا رح اسألك اسئلة صح وخطأ. يلا. اصل اكلة الكبسة عربية من مصر صح لو خطأ؟ خطأ. مين لعب؟ الكبسة اردنية على سعودية. سورية؟ سعودية. لا صح متأكدة. زين اصل اكلة المنشف من العراق؟ منشف أردنية. صح. مشقوف سمك من الكويت صح؟ مشبوس؟ مشقوف. شنو؟ مشقوف سمك. أصل أكلة سارة يعني على أساس معروفة هذه؟ مين؟
عشيني ياي من بغداد. عافية. أجابي هالسؤال بالإنجليزي. إيه. صلصة المولي من يا دولة؟ مولي؟ والله هي ما أدري بس صلصات عادة هي. دقيقة وقفي. على فكرة اللي يخسر حياكم. لا لا يشرب يشرب يلا أنا لا يا لا راح أشرب راح أشرب شوفي كل الصلصات شوفي سارة حبيبتي كل الصلصات إيطالية بالعادة إيطالية بس هاي المولي ما معروف يجوز إنجليزية مثلا لا أشرب أكل 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 لا حبيبتي الله يخليك راح أشرب راح أشرب ما أريد لا أوكي يلا لا تزعلي أكلة توم يوم غون هي شنو؟ عيديها بس عيديها حتى بتهمها. توم يوم؟ غو غو؟ غون 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 توم يوم غون هي شنو؟ غون هم 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 لا لا صحيت تونة لا صحيت جنجونة صحيت تعرفي ليش؟ مدام هم 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 فشي آسيوي صيني كوري ياباني هم صح مينة. هسه اروح اصل وانا ارجع لكم وهسه رجعنا من الفاصل وصلنا للعبة المشاهد هاي طالت هسه مشهد صامت وانتي لازم تعلقين عليه كلام كل شخصيات الواحد يحكي وياه جدي بس قولي لي اني ايش اقول له انا ايش اقول له وين اعرف ايش اقول له ايش ما ادري يعني ما لش علاقه انت افتح حلقك وش سوالف يا شكل افتح حلق زين بحكي زين وقولي لي انت اني ما اريد احكي وياك زين يلا شو راوين يلا راوين راويني دق ايش راويني يلا شوف ما تعرفين ايش سوي هاي سوي حلقك ها يلا ومن واحد يقول لك انت ليش جايه هنا انا قل له انت ايش عليك غلط شوفي غلط اسمع لو واحد قال لك هالشكل قولي له انت ما عليك انا بكيفي انا ما اعرف هالشكل احكي عافيه لا 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 انا ما اقدر شو ما تعرفين طبعا راح اروح راح اروح لا لا اوقف اوقف يلا اسمعي اذا واحد قال لي انت شو تسويني هنا انا ولا ايش عليك لك علاقه وحلو تمشي براحتك امشي وشيل راسك لي فوق وقولي لا امشي ايش تريد مني ايش عندك وياي ايش حكيت ما ادري والله ها ما شاء الله يما هذا كان صعب هذا ابي انا اخاف ما اقدر اصعد يلا لا تخافين لا عفوا الله يخليك ما اقدر انا كل شيء اخاف اقوم ارجع واخاف اروح اتقي النوبه هوا اريد هوا اريد اطين لا 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 شغل الله يخليك لا شغل عفوا لا شغل اي انا اخاف يا يما 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 تمثيلي تعب يا اخي يا دخل 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 عفوا نزلني الله يخليك الله يخليك ممكن يا مسلم وقفت 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 بعدنا تعال شنو هاي الصورة؟ ها من وياك بالصورة؟ ايش قلت تروحي شو ما صورتي هالشكل ها؟ ها سارة؟ أنا إيش قالت لك؟ إيش حاشي وياك أني؟ مو صورة ما أعرف يعني ما بيها شيء هي صورة لا بيها شيء هواية أنا إيش قلت لك؟ إيش فهمتش من تاخذين صور؟ مو قلت لك اختاري أصدقائك؟ مو قلت لك؟ مو إيه قلت لي بس ماني مو أنا ما أعرف يس ليش إلا سارة؟ يس أنت غير قريبة يا ميلا إيش أقول؟ إيش أقول لعاد؟ هسه رجعنا من الفاصل وصلنا فقرة كاريوكي حيطلع لك موسيقى لازم انت تقولي الماي منو هاي الاغنيه وتغنيها اغنيها ايه خلاص يلا يو شتاب نور ابن الوكيل
ما بعد المقطع. كذاب. هسه اغنية بعدها. شنو هاي الاغنية؟ شمسين. نشوف. همزين. همزين. ها؟ صح؟ ايه هاي عرفتها انا بس ما اعرف اغنيها، ما اعرف اغنيها. ما اعرف اغنيها. هسه هاي الثانية. هاي مشهورة كلش هاي. يا هي. دخلي تكمل، خلي تكمل الناظر. كملها كملها الموسيقى ما تنعرف هي شيء. مرينا بيكم حمد. صح. حمد. مو مرات اكو. يا هي. لا مغرم بيك بحبك حلو وعلى مودك في الشيء. مغرم بحبك. مهند حلو احبك. انت وين حلو. بعدك اغاني؟ لا خلصت. الحمد لله. هسه نروح فاصل ونرجع لكم. وصلنا لعبة البلاي. راح اخسر انا متأكدة راح اخسر. اتش اتش يو حطمتش حطمتش حطمتش. تش تش لا 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 قوم يا حرام. الله شكو الضحك شكو عليك. خسرتش حطمتش حطمتش انا حطمتش نزيت. انتوا يلا جولة ثانية جولة ثانية جولة ثانية. لا هذا متفقين علي انتوا متفقين. اها اصلا هذا جوستك ما يشتغل الظاهر ولا اي شيء ما يسوي. قوم. انا فزت انا فزت. بطلت انا بطلت. أنا بطلت. أنت خسرانة أنت خسرانة. أنا فزت. هسه نروح فاصل من قهري. هسه نروح فاصل ونرجع لكم. وصلنا الختامية. حرامات. بعد ما نشوف السارة خلص البرنامج. الألعاب حلوة وأنت كلش حلوة. وبس انا اتمنى لو لابسه يعني ما تعرف البرنامج لو لابسه غير لبس حتى نقمز اكثر انا وياك ونلعب. يلا على حلقه قادمه ان شاء الله نلبس ناصي ونقمز ونضل تريننج شوز وهذه. شكرا سيد حبيبتي نورتي اجيالنا كلها ونورتي البرنامج. حبيبتي انت مشروع مقدمه رائعه. شكرا. ان شاء الله الله يوفقك وان شاء الله كل البنات الصغار يشوفوك ويتعلمون هذا الاسترخاء مالك قدام الكاميرا. شكرا. حلقه حلوه كانت سعيده بالتعرف بيك. شكرا شكرا التت. شكرا لكم مشاهدينا وان شاء الله اشوفكم حلقه جديده من برنامج 5G. لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون بقناه مستر براند. باي باي.